وسط غياب بعض الدول العربية من بينها سوريا، ينعقد المؤتمر الثامن لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني العربي. النقطة الأهم أيضاً عملية التلاقي بين المسؤولية التدريب في الوطن العربي، وهذا عبارة عن تبادل خبرات. الكثير من يعني رؤساء التدريب في الوطن العربي يرحبون بالتدريبات المشتركة. الوضع الأمني التونسي يقتضي مزيد التدريب العناصر الأمنية نحو إرساء أمن جمهوري يحمي المواطن ويحترم القانون. بالنسبة للمسار متاعنا والتوجه متاعنا، نحن يعني وبعد الثورة التوجه متاعنا واضح، هو تأسيس أمن جمهوري، تأسيس أمن يخدم النظام الكل، تأسيس أمن يخدم البلاد الكل، مش معناها أمن يخدم مصالح خاصة. غابت ليبيا بالرغم من حاجتها للتدريب الأمني، في حين حضرت الجزائر. هناك برامج تدريبية تأخذ بعين الاعتبار كل التحديات الحالية والمستقبلية لمحاربة الجريمة في شتى الميادين. ابتعاد العنصر الأمني العربي عن التجاذبات السياسية والحزبية من شأنه أن يدعم الأمن ويحد من الأخطار. رجل الشرطة هو رجل الدولة، فلا يمكن أنه يتأثر بالظروف السياسية، عليه دائما أنه يقوم بمهمته هي الحفاظ على أمن المواطن تحت أي ظرف كان. والشرط اللبناني في هذه الظروف عم بيقوم بكامل مهامه دون أن يتأثر بكافة الظروف الأمنية المحيطة فيه. مؤتمر هدفه التعاون العربي في مسألة التدريب الأمني، فهل ينجح في هذا وسط غياب شبه كلي لمفهوم أمن قومي عربي؟ التأهيل والتدريب لعناصر الشرطة العربية من شأن أن يدعم الأمن في الوطن العربي، ولكن هل يكفي التأهيل والتدريب للحفاظ على الأمن العربي في ظل متغيرات إقليمية ودولية لم تنجح في خلق استراتيجية ورؤية عربية مشتركة لحفظ الأمن؟ عبد السلام فرحات، قناة المتوسط، من مجلس وزراء الداخلية العرب، ضفاف البحيرة، تونس.